السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة. اليوم ان شاء الله الوصفة ديالنا عبارة على خرينكم اللي ساهل وبمقادير بسيطة جدا. تابعوا معايا مراحل التحضير. بركه الله حبيباتي، عندي هنا واحد الكسرونه تكون شي شويه كبيره، وغادي ندير قياس دقيق قياس الماء. عندي مثلا هنا زلافه ديال الماء قدها زلافه ديال الطحين. غندير الماء هو الاول، وغندير معاه واحد شويه الملح ماشي بزاف، وغادي نردو يسخن. بالنسبه لهاد خرينكو اقتصادي اقتصادي بزاف، ما فيه لا بيض ولا حتى حاجه، هادشي اللي فيه كيجي فن وزوين. انا غادي نرد الماء شي شويه يبدا يسخن، ماشي سخون بزاف، يلاه يبدا يدير دوك النبيلات، غنخوي عليه الطحين ان شاء الله. شوفوا حبيباتي دابا راه هكا، غادي نخوي الماء للجهد اللي نحط صبعي وما نقدرش نستحمل ديك الحراره، هو باقي ما ولاش طايب ولكن راه سخون. غادي نبدا نزيد داك الطحين بالتدريج وانا كنحرك نحرك دغيا باش ما يلتصقش. الكسرونه سخونه صافي هكا. دابا غادي نحيدو من فوق البوطه، ملي جمعتو هكا نحيدو من فوق البوطه. كما كتشوفوا انا راه حيدتو من الكسرونه، وغادي الا قدرتو عليها كدخلوه هكا باش تستحملو الحراره. غادي تبقاو ديرو لها هكا غير باش ما يبقاوش دوك هادو بحال هاد الكويرات ديال الطحين، نحيدوهم. بالنسبه لي بغا يدوب لها هكا يدوب لها. حيدت هذا صافي، انا غادي نبقى خدامه معاها هكا شويه. بالنسبه لهاد الخرينكو كيدار بواحد الاله، حنا غنديروه غير بالبوقت الحلوه، كانت وراتو ليا واحد صاحبتي الله يذكرها بالخير في كازا، كانت كتمشي لاسبانيا وقالت لي راه ساهل ما فيه لا بيض لا والو، صراحه من تما وانا معتمداه. قلت نشارككم هاد الوصفه لوليداتكم الله يخليهم ليكم. صافي كما كتشوفوا واحد البازيت واحد الزبيبينيه فواحد شويه ديال الزيت، غير كنخشي يدي باش العجينه ما تلصقش، ونشد ونخرج هكا بالبوق خليوها تتبرد. انا راه خدمت بها سخونه حيت يدي صافي ولاو انت لا هكا، واللي بغيت نخليها طويله نخليها طويله. نخليها هكا نخليها هكا، نتوما الديكور اللي بغيتو نوعو هكا شويه شويه هكا. صافي انا غادي نبقى غاده على هاد المنوال نكمل هادشي العجينه اللي عندي، وندير المقله كتسخن باش نبدا نقليه. هادي راه دهنتها بشويه الزيت حتى هي، شوفوا درت الزيت يسخن. غادي نبدا نحطهم، راه مراسقين ما والو، بسم الله راه ما تيهزوش الزيت. انا دابا غادي نحط البوطه باش يطيبوا مزيان ويجيونا مدربلين، راه حتى لاخر لحظه وكتوجدوهم. ها الخرينكو تاعنا حبيباتي طاب ان شاء الله، شي نهار ندير لكم الشفنج حتى هو كيجي زوين. المهم راه على قد الحال، راه بحال بحال حلوه لاكريم، انا راه ما تنديرش شي حاجه اللي واعره وتقولوا لا راه انا راه كندير داكشي اللي على قد الحال وعلى قد الجيب. وعندي اخوات كيطلبوا لي داكشي ما غاليش، داكشي علاش كندير هكا، غنخسروا حنا فلوسنا غير في التقديم ديال الكوزينه؟ لا، وهادشي حتى هو زوين مالو. غادي ناخذ واحد الطبيسيل ندير فيه سنيده، ندوزهم في سنيده. شفتوا راه ما تيهزوش الزيت بزاف، انا غنوريكم في الاخر الزيت في المقله راه ماهش ليا الزيت. كما كتشوفوا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال الخرينكو ديالنا، كيجي على هذا الشكل كيجي مقرمش، كيجي زوين من الداخل. وغادي نرافقو هنا بالشوكولات، اللي بغى يدير الشكوط وما كانش يقدر على الحلاوه ما يديروش في سنيده. بالنسبه انا الدراري عندي واخا ديري في سنيده وديري في الشكوط كياكلوه، تعزاني حلاوه يموتوا عليها. هاد كيما تيجي تيجي على هاد الشكل وكيجي مقرمل وزوين وما كيجيش شعر بالزيت. انا غنوريكم الزيت شحال باقي فيه. وبالنسبه لهذا انا راه خليت واحد شويه سهيت عليه وراه تحرق ليا، هو ما خصوش يجي بحال هكا، هو خص يجي هكا اللون ديالو صفيفر وفي نفس الوقت طيب. ونقول لكم ضروري تمهدوا البوطه، ضروري تكون البوطه تمهلوا البوطه، ضروري تكون مهيله باش يطيب من الداخل ويطيب من برا. وبالنسبه للبوق هو هذا، شفتوا انا خرجت بهذا البوق ولا خرجت به شويه واسع ما مضيقش، هو اللي خرجت به الماكينه ما عنديش، اللي عنده الماكينه يستعمل الماكينه. نوريكم الزيت،
ها هو الزيت حبيباتي، يعني ما مشاش منه الزيت بزاف. كنتمنى الحلقه ديال اليوم تعجبكم، وإلا عجبتكم الحلقه ما تنساوليش من لايك واشتراك، وخليت لكم الراحه وفي امان الله.